على طول احنا نعرف ان الصم بيشوف الإشارة، هو دي اللغة اللي هو بيتكلم بيها. بعد عمر كبير من خدمتي للصم اتفاجئت ان في مخدومين جم اول مرة، انا ما كنتش اعرفهم، هم اللي جم الكنيسة اول مرة. شفت منهم واحد اصم وضعيف سمع وكمان مش بيشوف. للأمانة انا كنت مستغرب جدا ازاي ده اصم وكمان مش شايف، طب انا هتواصل معاه ازاي؟ وكنت في حالة ذهول. اول مره هو اتعرف عليا وسالني اسمك ايه، انا قلت له اسمي، هو عرفه وانا سالته على الاسم بتاعه، كتبه لي في كف ايده. فانا لاني كنت اول مره مذهل جدا، ما قدرتش ان انا افتكر وان احفظ الاسم بتاعه. انا قلت ان هو جه مره ومش هيجي تاني، يعني هو انا سالت البيت بتاعه فين، فعرفت انه في الجيزه بعيد جدا، فانا قلت ان هو مش هيجي تاني ونسيت الكلام ده. لقيت الاسبوع اللي بعده يوم الاثنين في الاجتماع هو كان من اول المخدومين اللي جم، فبسلم عليه، بيسلم عليا، بيسألني فاكرني، قلت له اه طبعا انا فاكرك، وانا فعلا كنت فاكر الشكل. فسألني طب اسم ايه؟ قلت له اسمه غلط. فطبعا هو يعني ضحك عليا، ازاي انت مش فاكر الاسم بتاعي؟ واكتشفت ان هو فاكر الاسم بتاعي مظبوط وما نساهوش. فده من المواقف اللي انا اتحفرت جوايا، ان الشخص ده اللي انا كنت فاكر ان التواصل معاه صعب، لقيت ان التواصل معاه يمكن اسهل من الاصم الطبيعي، لأن عنده الذاكرة بتاعته تتفوق كمان عن ذاكرة الأصم الطبيعي. من المواقف اللي أنا شفتها وكانت برضو أول مرة أمر بيها، لما رحت له البيت افتقاد، رحت البيت رنيت الجرس، اللي معروف إن كل الأماكن أو البيوت بتاعة الأصم بيبقى مبدل الجرس بتاع الصوت، بيبدله بضوء، عشان لما لو هو في صوت هو كده كده مش سامع، فهما بيركبوا لمض في كل حتة جوه الشقة بتاعته. رنيت الجرس، لقيته فتح الباب، كان معايا واحد من الخدام، دخلنا استقبلنا قعدنا معاه. فأنا كان عندي فضول عاوز أعرف هو إزاي سمع الجرس مفيش صوت، طب شاف النور، هو مش شايف النور، طب فتح إزاي؟ فالخادم اللي معايا قلت له اسأله، فقال لي لا أنا محرج إن أنا أسأله السؤال ده. فقلت له لا، ما أنا لازم أعرف هو إزاي سمع، ما هو مش سامع، طب إزاي شاف هو مش شايف. فلقيت عم ميلاد قال لي اقعد كده على السرير بتاعي، قعدت على السرير وهو خرج عند الباب ورن الجرس، اكتشفت ان السرير بيتهز، ودي كانت حاجة انا اول مرة اشوفها، مركب جهاز خلى السرير يتهز في الوقت اللي الجرس الباب بيرن. فدي حاجة انا استفدتها وعرفت ان هو دماغه مش واقفة، لا هو بيشغل دماغه. حاجة كمان انا لعم ميلاد، الراجل ده بيساعد نفسه ازاي؟ هو بيعرف ياكل وبيعرف يشرب، ربنا مديله نعمة في الوقت اللي نظره فيه مبقاش موجود. هو من الأول كان بيشوف، لكن في عمر معين وفي وقت هو أسرته كان شبه وراثة الموضوع فيهم، إن هم في سن معين البصر فقدوه، فحياته ما وقفتش، حياته استمرت، بل بالعكس ده حياته استمرت للأحسن. لو أي حد مننا قاعد لوحده معهوش موبايل، معهوش صحاب، معهوش تلفزيون، بيبقى قاعد مكتئب، ده لو رحت له البيت واتكلمت معاه الابتسامة على طول في وشه، على طول فاهم أي كلام بيتقال له فاهمه. هقول موقف تاني أنا سمعته من أصحابه، إن في وقت كان أصحابه الصم بيوصلوه البيت، المفروض إن هو بينزلوا رمسيس أو بينزلوا الخلفاوي، فنزلوا في المترو في محطة غلط. صاحبه اللي شايف ما كانش عارف ان هو نزل غلط كان هيكمل. عم ميلاد قال له اقف انت نزلت غلط. صاحبه قعد يبص ويسأل، اكتشف فعلا ان هو نزل في المترو غلط. طب عم ميلاد عارف ازاي؟ بيعد المحطات اللي بيقف فيها المترو عشان ينزل مظبوط، يعني في الوقت اللي احنا كلنا ممكن ما ناخدش بالنا، انا شايف وانا سامع، هو مركز جدا وما غلطش وما نزلش غلط. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها في موضوع عم ميلاد، إن أنا بقول على نفسي إن أنا خادم، أنا اكتشفت إن من صحابي الصم إن هما اللي خدام بزيادة. أنا لو بخدم الأصم مرة في الأسبوع، بروح له البيت مرة في الأسبوع، بقابله في القداس مرة في الشهر، فهم أصحابه معايا على طول. سنة 2020 لما ربنا سمح بوقت فيروس كورونا، كلنا كنا في بيوتنا وقاعدين وخايفين من العدوى. طيب لو تخيلنا ان عم ميلاد قاعد في بيته لوحده في الوقت ده، كان هياكل ازاي؟
هو بيعرف يساعد نفسه ويعمل أكله. طيب بس لازم حد يشتري له، حد يجيب له العيش، حد يجيب له كل متطلباته. طب هو هيشتري ازاي؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هو ما يعرفش يعملها لوحده، لازم حد يقوده. في الوقت ده كان أصحابه التلاتة، أشرف هو مش معانا النهاردة، محروس ومنير، التلاتة أنا بقول عليهم إن هما بالظبط زي الملايكة، ربنا بعت له حراس ملايكة، هما التلاتة صحابه. كانوا في وقت فيروس كورونا والانتشار من أول مرة في سنة 2020، وهم كانوا معاه وبيحرسوه وبيشتروا له كل حاجة. حقيقي أنا من هنا بقول لهم شكرا، وربنا يبارككم ويعوضكم لخدمتكم ومحبتكم لعم ملاد.